واحد يبص في ورقته. اتفضلوا. نعم. جايين تشمتوا فيا. جايين تدوني درس في الأخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك. بالعكس، احنا جايين عشان نساعدك. أنا مش عاجز. مش محتاج مساعدة من حد. أنا لو عايز أنجح أنجح بصباع رجلي. أنا اللي مش في دماغي. لا، لازم تنجح يا بابا. مش عشانك أنت بس، عشاننا احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي طهية. أنا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وأنا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الأول. اتنقلوا أنتوا افلحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك أي حاجة. احنا كل اللي عايزينه إن أبونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش إنك تكون ملياردير أو أهم رجل أعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا إنك تكون راضي عن اللي أنت بتعمله. أنا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي أنا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا إن أبونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده أنت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحة بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش إنك تبقى أبونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة. الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا، عليها لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا. هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها. أنا آسف يا بنتي. أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي. أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي. ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين. الشغل وأنتوا. بوليس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي. إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي. بس انا مسامحك وهشرفك. لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكريلي. انا عايزك تكبري جيبك.